الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا العقد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مبرورا مباركا بفضل من الله تبارك وتعالى ورضوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل الله سبحانه وتعالى الزواج سببا من أسباب المودة والرحمة. قال: هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فجعل الزوجة سببا من أسباب استقرار الحياة، والمودة والألفة بين الأسر وبين الزوجين. فنحن في هذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للزوجين وأن يجعل اجتماعنا لهذا اجتماعا مبرورا مشكورا بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى في إجراء مراسم العقد بحضور ولي الزوجة ووكيل الزوج. طيب، أنتوا المهر بيناتكم مستلم مش؟ طيب، ولي الزوجة عبد الرحمن والدة. نعم. طيب، وعم عوض الوالد. طيب، عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين. وبعد، فقد زوجت وليتي إكرام عبد الرحمن محمد أحمد إلى موكلك مصعب عوض إدريس على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداقة المتعارف عليه بيننا، وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين. وبعد، فقد قبلت زواج وليتك إكرام عبد الرحمن محمد أحمد إلى موكلي مصعب عوض إدريس على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداقة المتعارف عليه بيننا، وأذنت لمن يشهد والله خير الشاهدين. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم أرسل عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم زدهم من خيرك وبركتك وارزقهم الزواج المبارك وبيتا على كتاب الله وسنة رسول الله، وارزقهم المال والبنين، واجعل حياتهم حياة طيبة وسائر بيوت المسلمين، وزوج لشباب المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين.